في أي ربع تقع النقطة سالب 7 مع 7؟ دعونا نقوم بمراجعة حول الربع. الربع عبارة عن كل واحد من الأقسام الأربعة هذه التي يتكون منها النظام الإحداثي. وعندما نتحدث عن الأقسام فنحن نتحدث عن الأقسام التي تكونها محاور الإحداثيات. هذا محور X وهذا محور Y، ويمكنك أن ترى أنه يقسم نظام الإحداثي إلى 4 أقسام، نسمي كل من هذه الأقسام بالأرباع. هنا تكون كل من قيم Y وقيم X موجبة، نسميه بالربع الأول ونستخدم الترقيم الروماني في ذلك. ثم إذا تحركنا بعكس عقارب الساعة حول النظام الإحداثي هذا الربع، حيث أن قيم X تكون سالبة وقيم Y تكون موجبة، ونسميه بالربع الثاني. ثم ننتقل لأسفل هنا، حيث أن كل من قيم Y و X تكون سالبة، نسميه بالربع الثالث. ثم أخيرا لدينا الربع الذي تكون فيه قيم X موجبة وقيم Y سالبة، ونسميه بالربع الرابع. دعونا نرى في أي ربع تقع النقطة سالب 7 مع 7. هناك طريقتان للتفكير في الأمر. يمكن أن نقول انظر، لدينا قيمة X سالبة، إذن سنتحرك إلى اليسار في هذا الاتجاه، سنكون هنا في النظام الإحداثي، وبما أن قيمة X سالبة فسنكون إما في الربع الثاني أو الثالث. الآن نحن نعلم أن قيمة Y موجبة، فإذا كانت قيمة X سالبة وقيمة Y موجبة تكون في مكان ما هنا في الربع الثاني. الطريقة الأخرى التي نفكر بها هي أنه يمكنكم تمثيل هذه النقطة وتروا أنها تقع في الربع الثاني. إذا كانت X تساوي سالب 7، إذن سالب 1، سالب 2، سالب 3، سالب 4، سالب 5، سالب 6، سالب 7. ثم ننتقل للأعلى بمقدار 7 لأن Y تساوي 7. إذن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. إذن النقطة سالب 7 مع 7 تقع هنا، وبكل وضوح تقع في الربع الثاني.